من قبل السيد رئيس مجلس جامعة كرامة. الكأس الثاني يقدمها السيد إدريس أسبال مدير مجموعة مدارس السيد عمر. الكأس الثالثة يقدمها السيد صالح بوكيل مدير مكتب الوطني لماء صالح يوسف. الغلاف المالي وقدره 2100 درهم يعني 40000 ريال. فازت بها هذه الثلاثية ثلاثية مدينة وكاس الحال. يقدمها السيد العزيز. الآن ثلاثية مدينة الرصيفية. الكأس المخصصة للنادي ويقدمها السيد محافظ هذا. الغلاف المالي إذن يقدمه السيد العزيز. الآن البطولة دائما وصيف البطولة كأس النادي يقدمها الكؤوس الفضية. إذا الكأس الأولى أطلب من السيد حسناوي حتو أن يتفضل لتقديم هذه الكأس نيابة عن شقيقه الذي نشكره جزيلا السيد حسناوي علي. الثانية كأس ثانية يعطيها السيد الإمامي مدير أو رئيس مصلحة بريد بنك لغرامة. الكأس الثالثة أطلب من السيد رشيد أخدي من نادي مدينة الريف عزيز أخدي عفوا رئيس نادي مدينة الريف أعتذر. الغلاف المالي السيد علي الهرون ممثل الغرفة الفلاحية بإقليم يزن ممثل الفلاحين في غرامة يقدم الغلاف المالي لنادي مدينة الرشيدية أو للثلاثية التي فازت والتابعة لنادي مدينة الرشيدية. الآن مع الجائزة الأولى في الترضية أو في الجائزة الثانية الكأس مع الغلاف المالي مطلوب من السيد قائد سريه برك الملكي أن يقدمهما معا للثلاثية الفائزة وهي من مدينة ليش.
الكأس والغلاف المالي وقدره 1500 درهم 30,000 ريال. الكؤوس الثلاثة أطلبوا للسيد وعزة أن يتفضل لتقديم الكأس الأولى. رئيس نادي التسجيلات والنائب الأول لعصبة التسجيلات للكرة الحديدية. الكأس الثانية يقدم السيد علي الهرغور. الكأس الثالثة يقدم السيد محمد سيد محمد بوشكراوي رئيس نادي الشباب للكرة الحديدية بقرامة. الكأس الموالية يقدم السيد حسن بوتو أستاذ التعليم النسائي بمدرسة وادي دهب باسمه الخاص ونيابة عن سيد حسن بوتو. الغلاف المالي وقدره 900 درهم. الحكم المقابلة السيد مصطفى أحيا. السيد أحيا شكرا. والكؤوس الفردية الأخرى تقدم بصفة جماعية لهذه الثلاثية وهي من مدينة تلسين تقدمها مندوب المقابلة السيد عباسي وهو من مدينة راشدية. وقد تتبعنا جميعا كما هو معلوم الإنجاز الكبير الذي حصل عليه أشبال الصغار وشو محمد أسامة العثماني وفيصل صالح الذين تأهلوا إلى سمن النهاية وأشرفوا بسعادة قائد ومن قائد التاريخ أن يقدم لهؤلاء الأفضل الميداليات تشريفا لهم وتحفيزا لهم وتشجيعا لكل الأطفال والشباب لممارسة هذا النوع الزريء من الرياضة. تصفقوا من فضلكم لهؤلاء الشباب الصغار. وأعضاء السيد رشيد غني مدير دار الشباب إلا أن يكرمه وكذلك هؤلاء الأشباب الصغار بثلاث ميداليات تحت تصفيقاتكم هدية من وزارة الشبيبة والرياضة. Thank you.
آخر فريق جراني شارك اليوم يتكون من الثلاثية بوزكراوي سيدي محمد الحسن تنزهين ويوسف تنزهين. هذه الثلاثية أبى النادي إلا أن يكرمها بجائزة تقديرية مطلوبة من السيد علي فالح أحد قيدومي الكرة الحديثية بجرامة والذي اعتزل عن الأسف الشديد. أطلب منه أن يقدم هذه الجائزة لهذه الثلاثية مع متمنياتنا للجميع بالتوفيق لما يأتي من مقابلات ودوريات. انتفاضة كريمة كذلك من نادي الشباب المحلي للكرة الحديدية إلى واحد من اللاعبين المحترفين لهذه الرياضة والذي أصيب مؤخرا بتوعك بإحدى رجليه. نرجو الله سبحانه وتعالى أن ينزل عليه شفاءه العاجل. مولى عبد الله بن مصطفى أطلب من الكاتب عام لجماعة كبير أن يتقدم لدين هذه الجائزة. مشكورا. إذن أطلب من السيد الإمامي الإطار في التأسيس في مؤسسة الثورة المدني أن يتقدم وأعتذر لأن الأمور اختلفت علي. شكرا للسيد الإمامي ومتمنياتنا بشفاء العاجل لمولاي عبد الله بن مصطفى. الآن هناك لوحتين هما عبارة عن هديتين لأرملتي الفقيد علي فركاني. الأولى يقدمها السيد مصطفى الخرشي باسم الجمعية الإسلامية الخيرية أو كاتب الجمعية الخيرية الإسلامية بجرامة والسيد محمد الشيخي الكاتب العام لجماعة جرامة للأخ سعيد أزروال نيابة عن أسرة الفقيد. أستاذ لم يبقى لنا إذن إلا أن نشكر السلطات الإدارية وعلى رأسها عامل صاحب الجلالة على إكرام المزن وكذلك السيد باشا مدينة الريش والسيد قائد رئيس محافظة جرامة والسيد قائد سرية الطرق الملكي في جرامة ورئيس مجلس جماعة جرامة. أشكره جزيل الشكر وأشد على يديه وأشجعه على كل ما يفعله لأجعلك بحكم الشباب والأطفال. وأرجو الله سبحانه وتعالى أن ينصر الإمام محمد الثاني وأن يجعله خيرا عاليا بسمو وليعه الأمير الحسن جلالة الخليفة محمد الخامس وجلالة المسؤول عبد الله الحسن الثاني
وأن يجعلهما في أعلى عليين مع الشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، وأن يوفقنا جميعا ويهدينا سواء السبيل. وعاش الملك، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.